ياخد الدوري. خلينا نطمن اكتر على فرقتنا. المفروض النهارده خلاص الفريق هيدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراه مصر المقصه من الجوله الاولى من الدوري المصري اللي هتكون بكره ان شاء الله. نروح لمراسلنا كريم احمد من ملعب التاتش. كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد وكل التحيه لجمهور النادي الاهلي. عايزينك يا كريم تطمنا على التمرين النهارده وبرده تقول لنا قائمه المباراه اللي اعلن عنها طبعا مستر موسيماني. الحقيقه طبعا في البدايه واضح التركيز الكبير جدا بقى من لعيبه النادي الاهلي. عندنا ضغط كبير الفتره اللي فاتت، طالعين من موسم، داخلين في موسم قوي جدا، وهيكون في منافسات على اعلى مستوى، لكن بالجديه والاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي اللي بنشوفها خلال التدريبات وخلال المباريات مدينا ثقه ومطمنانا بشكل كبير جدا ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تستمر على الاداء المميز اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. النهارده طبعا كالعاده التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان على ملعب مختار التتش. كواليس التدريب كواليس مهمه جدا النهارده، طبعا حابين نطمن كل جمهور النادي الاهلي عليها. يمكن بيتسو موسيماني كعادته محاضره فنيه مطوله استمرت 40 دقيقه، راجل بيشرح بشكل مستفيض جدا كل الامور الخاصه بفريق المنافس طبعا وهو مصر المقصه. راجل بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير، تهيئه اللاعبين ذهنيا وتجديد الرغبه والدافع، ده امر مهم جدا. بيتسو موسيماني مميز جدا في هذا الامر، بجانب كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان ليه كلمات مؤثره مع لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مش هيقبل المستوى اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت، عايز احسن من كده كمان. ولعيبه النادي الاهلي كالعاده وعدت كل الجهاز الفني وكل جماهير النادي الاهلي ان هي تفضل على هذا الاداء المميز. عندنا ضغط كبير خلال المرحله القادمه، لكن ان شاء الله بالجديه والحماس نقدر ان احنا نحافظ على لقب بطوله الدوري العام. اذكركم طبعا واذكر كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي بالقائمه اللي اختارها بيتسو موسيماني عقب انتهاء التدريب اليوم. في حراسه المرمى الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، ايمن اشرف، جيرالدو، طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، ناصر ماهر، علي معلول، افشه، صلاح محسن، عمرو السوليه، واليو ديانج، ومحمد هاني، وبدر بنون. 21 لاعب طبعا في قائمه الفريق. غياباتنا طبعا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نتمنى لاعبتنا تكون معانا، سواء حسين الشحات وجونيور اجيه وايضا كمان مروان محسن. لكن بشكل عام النهارده كانت جرعه تدريبيه قويه جدا. بيتسو موسيماني ركز النهارده على اكثر من امر بالنسبه للتكتيك، كمان كان في نهايه المران كرات ثابته من الاطراف، في الفاولات اللي من خارج ال 18، التحركات، امور عديده جدا اشتغل عليها النهارده الجهاز الفني، واللعيبه شايفينها بلغه الكره فايقه بشكل كبير، عندها حماس وعندها تركيز. يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه الغد تكون مباراه قويه لفريق النادي الاهلي، وكون انطلاقه جيده كالعاده تسعد جمهور النادي الاهلي. نطمن منك كريم على الاصابات، يعني احنا عندنا جونيور ومروان وحسين دول غايبين، وعندنا كمان طبعا من يعني من السيزون اللي فات محمود متولي وندفد ومحمد محمود. طبعا بالتاكيد طبعا ابدا معاك بمروان محسن. يمكن مروان ماشي في التاهيل بتاعه بشكل مستمر جدا عاقب كمان انتهاء المران، كان بيكمل الجزء التاهيلي الموضوع معاه مع الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. جونيور اجي الكاحل والانكل ده يمكن مأثر عليه بشكل شويه، لكن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون مع فريق النادي الاهلي. حسين الشحات زي ما احنا عارفين كلنا استغل الوقت ده انه يكون في جراحه عنده، طبعا كانت مشكله بشكل كبير خلال المباريات الماضيه، لكن كلها كانت مباريات بطوله، فعشان كده ان شاء الله بنتمنى لهم السلامه بشكل كبير. سواء بقى ندفد او محمد محمود ومحمود متولي، ندفد ماشي في مرحله مهمه جدا وفي النهايه بقى خلاص، يعني ان شاء الله باذن الله اقل من 30 يوم باذن الله نقدر نشوف ندفد يخش في الجماعي بشكل كامل. طبعا الفتره اللي جايه ممكن ياخد بقى بعد اسبوع او 10 ايام جزء بسيط جدا في التدريبات الجماعيه، لكن كامليه الجاهزيه بشكل كامل ان شاء الله باذن الله يكون مع تدريبات فريق النادي الاهلي. على ايضا كمان محمود متولي نفس الامر، محمد محمود نفس الامر، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كلها كل اللعيبه اللي غابت عننا خلال المباريات الماضيه وخلال الموسم الماضي تخش بقى في الموسم ده باذن الله. محتاجين كل اللعيبه، عندنا ضغط كبير جدا زميلي احمد زميلتي ساره، سواء لكاس سوبر افريقيا وايضا كمان كاس العالم للانديه ومباراه بطوله الدوري العام، دوري ابطال افريقيا، عدد كبير جدا من المباريات، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه ويقدروا يسعدوا مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. بشكرك جدا كريم احمد طبعا، وبنتمنى طبعا المصابين يرجعوا لنا بالف سلامه، وبنتمنى